السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم وصفات حنان مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم فطائر بنكهة البيتزا بعجينة بدون اختمار، بدون دلك وبدون مجهود. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك وتخليوا لي
بيتزا ودهنوا بها. صافي من بعد وضعت ديك الخليط ديال البصله والفلافل، من بعد غادي نزيد الطون من الفوق. بالنسبه للحشو راه لكم اختيار، يعني ديروا اي حاجه كتفضلوها. وضعت القليل من زيتون اسود وجبن مبشور. صافي غادي نقطع نحيد الجوانب. وغادي نلوي العجين بهذا الشكل، يعني نقسمه على جوج. غادي نلوي جوج طويات فقط، بغيتو تجيكم غليظه يعني العجين باين لويوه ثلاثه طويات، لكن جوج طويات يعني كيجي العجين ما كيبانش بزاف في هاد الفطائر، كيبان الحشوه اكثر. صافي وكنتني الجزء الثاني من العجين. وغادي ندهن الوجه ديالهم باصفر البيض مخلط مع قطرات من الخل الابيض. صافي وغادي ندخلوهم الفران اللي مسخن من قبل من الاسفل حتى يبان لنا اننا تحمروا من التحت، من بعد نجعلو من الفوق حتى كي تصبح لنا اللون مذهب، وتنخرجوهم من الفرن وتنقدموا لكم بصحة وراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال وصفة اليوم. راه هاد الوصفة كتجي ساهلة مهلة بالنسبة اللي تالفة شنو توجد العشاء، فهاد الفطائر كيجيو رائعين جدا جدا عفوا ولذاذ. نتمنى وصفة اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وتلقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.